اهلا وسهلا بيكم في قناه بوسي كروشيه. هنشتغل النهارده فرع زينه رمضان بطريقه جديده وشكل مختلف كنا عملنا قبل كده. الفانوس ده هنحطه في فرع الزينه، والكوستر رمضان اللي بالاسم برضو هنحطه في فرع الزينه، بس هنعمل فيه شكل جديد المره دي. وبعد كده هنحط الفانوس والكوستر، فانا هقطع خيط مقاس مثلا 2 متر على حسب طول فرع الزينه اللي انتوا عاوزينه. فانا قطعت 2 متر وقطعت 8 فتلات اهم 90 سنتي، خيط مكرميه سلسله 8 فتلات طول 90 سنتي. فهبتدي في الاول هشتغل عقده، ده الخيط الاتنين متر اللي انا قصاه هشتغل فيه عقدة. وهيكون معايا دبابيس هثبت اول خيط بعد العقدة عند العقدة، وهجيب التمن فتلات اللي انا قصاهم 90 سنتي هتنيهم نصين وهحطهم من فوق الحبل الثابت، طرف الخيط الثابت اللي انا حطاه تحت بالشكل ده كده، وبعدي الطرفين من الحلقة اللي انا عملتها. كده ده اول طرف خيط عملته. كل السبع اطراف اللي انا قصتهم برضو هعملهم بنفس الطريقة، بتني الخيط نصين وبجيبه فوق الخيط وبمسك الطرفين من تحت بعديهم من الحلقة وبعمل عقدة بالشكل ده كده. انا كده عملت طرفين، هعمل كمان الست اطراف اللي معايا بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. حطيت الثمان اطراف خيط اللي انا قصاهم بنفس الطريقة، كونوا معايا 16 طرف خيط. هقسمهم اربعة اربع اطراف بالشكل ده كده. همسك اول اربع اطراف خيط، هجيب اول طرف خيط بالشكل ده كده وهعدي الطرف من فوقيه. انا بسيب الطرفين في النص ثابتين تكون معايا بالشكل ده كده. هجيب طرف الخيط ده هعديه من الحلقه دي وهعمل عقده ان انا بسحب الخيطين على فوق بالشكل ده كده. هجيب طرف الخيط الشمال، انا اشتغلت على الشمال قصدي، هجيب طرف الخيط اليمين برضو اعديه من فوق الطرفين الثابتين وهعدي طرف الخيط الشمال من فوقيه وبعديه من تحت الخيطين الثابتين وبطلعه من الحلقة. كده انا خلصت اول عقدة. هشتغل برضو على الاربع اطراف دولي بنفس الطريقة، ان انا بجيب طرف الخيط الشمال كده بعدي من فوقيه طرف الخيط اليمين بعديه من تحت الخيطين وبطلعه من الحلقة وبعمل عقدة. هشتغل على طرف الخيط اليمين هجيبه بالشكل ده كده وعدي طرف الخيط الشمال من فوقيه وبعديه من تحت الخيطين الثابتين وبطلعه من الحلقة وبعمل عقدة. كده خلصت برضو الاربع اطراف دول. هكمل الطرفين الباقيين بين الاربع اطراف دول والاربع اطراف بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة. دلوقتي هجيب طرفين من الجنب اليمين هطلعهم لفوق هبعدهم مش هشتغل فيهم، وطرفين من جنب الشمال برضو هطلعهم لفوق مش هشتغل فيهم. هيتبقى معايا 12 طرف خيط، هقسمهم برضو اربعة وهشتغل برضو فيهم بنفس الطريقة، ان انا بجيب طرف الخيط الشمال بالشكل ده كده بعدي من فوقيه طرف الخيط اليمين وبطلعه من الحلقة وبعمل عقدة. بجيب طرف الخيط اليمين وبعمل عقدة برضو بنفس الطريقة.
شغل المكرمية ثابت، بس لو ايد سهل قوي لو ايدك خدت عليه. يبقى احنا بنعمل عقدة مرة يمين ومرة شمال. كده خلصت، اهو اخر عقدة عملتها. هجيب برضو طرفين خيط ابعدهم كده، وطرفين برضو خيط من الجنب الشمال هبعدهم. هيتبقى معايا 8 اطراف خيط، هشتغل برضو فيهم بنفس الطريقة. اعمل عقدة مرة يمين ومرة شمال. هجيب الاربع اطراف التانيين برضو هشتغل فيهم عقدة مرة يمين ومرة شمال. عندي اهم 8 اطراف، هبعد طرفين من الشمال وطرفين من اليمين، هيتبقى 4 اطراف في النص. هشتغل برضو فيهم عقدة بنفس الطريقة، مرة يمين ومرة شمال. دلوقتي هيكون معايا 8 اطراف خيط هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، وتمن اطراف خيط هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8. ده طبعا طرف الخيط الكبير مش بنحسبه لان احنا بنشتغل عليه فرع الزينة. هبعد التمن اطراف هنا كده، هجيب اول طرف خيط هنا في الجنب الشمال، هعديه من فوق الخيوط بالشكل ده كده، همسك كل طرف خيط من ال7 اطراف اللي تحت، وهشتغل عقدة مزدوجة. ان انا بجيب اهو طرف الخيط، بعديه من فوق الخيط الثابت اللي انا خدته وبعمل عقدة. دي اسمها، وبشتغل على كل طرف مرتين كده. ده اول طرف اشتغلت بيه مرتين، تاني طرف برضو، وبشتغل كل طرف من الاطراف اللي موجودة بعمل بيه عقدتين على الخيط الثابت كده، واحدة، وبعمل كمان عقدة كده، 2، والخيط اللي بعديه برضو بشتغل بيه عقدتين كده، 1، كده 2، وبفضل مكملة كده بنفس الطريقة في ال7 اطراف خيط. يعني انا بمسك طرف من الـ8 وبفضل مكملة كده بال7 اطراف، بعمل كل طرف عقدتين على الطرف الثابت، وباجي برضو عند ال8 اطراف دولي بجيب الخيط ده وبعمل على كل طرف عقدتين من ال7 اطراف. هكمل كده الناحية دي، هكملها بنفس الطريقة والناحية دي وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة الطرف ده زي الطرف ده، وهجيب الطرفين هنا اخر اللي هما اللي انا كنت ماسكاهم الثابتين اللي انا كنت بعمل عليهم العقد، وهجيب طرف الخيط اي طرف على طرف، وهعمل برضو عقدتين بنفس الطريقة برضو علشان انهي الشغل كده. نكون خلصنا للشكل اللي هنحطه جنب الفوانيس والفانوس والهلال، جنب الفانوس بتاع رمضان في فرع الزينة والكوستر. هعمل كمان كذا كذا واحد بنفس الطريقة دي، وارجع لكم تاني اوريكم هنعلق الفانوس ازاي والكوستر مع بعض. واشتغلت برضو كذا واحدة زيها بالظبط بنفس طريقتها،
المهم ان انا بعمل عقدة قبل في البداية، وبعمل عقدة بعد ما اخلص ايام علشان تبقى ثابتة معايا ما تتحركش. وهنا اشتغلت واحدة زيها بالظبط، وعملت عقدة قبليها وعقدة بعديها بالخيط اهو، وعلقت الفانوس. لا والفانوس ده انا اشتغلته في فيديو قبل كده على القناة، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وبرضو عملت عقدة قبليه وعقدة بعديه، والكوستر برضو عملته قبل كده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. دلوقتي هدخل الكوستر التاني جنبه، فانا اهو لضمت الطرف الخيط في ابرة التنظيف، خيط الزينة اللي انا كنت قصاه انا هنا اهو مدخلاه في فوق اهو. الشكل ده كده بس اسيب مسافة كويسة علشان يدي شكله كويس. هردم حلقة عقد عليه، برضو هراعي انها تبقى قد العقدة، هلضمها مرتين. الطريقة دي برضو هدخل الفانوس، فهعمل قبليه عقدة، هسيب برضو مسافة خيط زي اللي انا سبتها بين الكوستر والفانوس، تقريبا كده اهي. بقيسها عادي مسافة عشوائية، وهدخل الخيط في الإبرة، وهجيب الفانوس. انا فكيت العقدة اللي انا كنت شغلاها فوق، لو انتي هتشتغلي من اول في جديد الفانوس انا كنت شغلاه قبل كده، انما لو انتي هتشتغليه من الاول بتشتغليه عادي على على الخيط اللي هو خيط الفرع الزينة اللي احنا كنا قصيناه في الاول اللي هو الخيط الطويل، انما انا كنت شغلته قبل كده ففكيت بس العقدة اللي فوق. وهعمل بعد الفانوس برضو عقدة بالخيط، دي الطريقة بس اللي انا حبيت اوريها لكم ان انا دخلت بيها الفوانيس والكوستر في الفرح. هشتغل كمان 3 زي دولي بنفس تدريج الالوان، وهوريكم شكله النهائي هيكون عامل ازاي. وخلصت شغل بالخيط على فرع الزينة الاساسي، احنا بنشتغل زي ما قلنا على الفرع الطويل اللي احنا قصيناه اللي هو الاتنين متر الخيطة. وخلصت واشتغلت بنفس الطريقة، وقصيت الاطراف الزيادة وحرقتها بالولاعة، وخلصت الفانوس والكوستر. هسيب لكم لينك الكوستر ولينك الفانوس في صندوق الوصف. دي كانت فكرتنا في فيديو النهاردة، متنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بينزل.